بعد توقف دام لأكثر من سنة، تم استئناف حركة النقل الجوي بمطار محمد بوضياف عبر أول رحلة باتجاه تونس وفق بروتوكول صحي وقائي يراعي التدابير التي تم وضعها قبل استئناف الرحلة. الشيء اللي يفرق بين الفارق اللي كاين بين الرحلة هذه والرحلات العادية هو تقديم المسافر لشهادة طبية قبل ما يعطيو له لاكارت دومباركمون. الشهاده الطبيه هذه يتيليشارجيها من لو سيت نتاع لو مينيستير دو لا سونتي تونيزيان، ويقدم ثاني شهاده تاع بي سي ار اللي ما تكونش تتعدى 72 ساعه. عندنا كاميرا ترميك حاطينها لونتري دو لايروغار. لا كاميرا ترميك هذه ديتيكت اوسي لي بافيت اللي ما يكونوش محطوطين مليح، سيت اون كاميرا انتيليجونت. رغم أن عدد الرحلات محدود، إلا أن المسافرون استحسنوا القرار مؤكدين التزامهم بإجراءات الوقاية. راهي تفتحت الحدود الجوية وإن شاء الله تدريجيا تعود يفتح لنا الحدود البرية والبحرية. كما راكم تعرفوا احنا الناس عندنا خاصة مع تونس عندنا ثم شكون يداوي، عندنا الاهل، عندنا اللي كاين اللي خدام. فرحانين باش نمشيو كله، زاد ان شاء الله معناتها تعدى صيف امن ومع الاجراءات هذه سافا يعني. هذا ويرخص في مرحلة أولى لمطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة فقط للاستئناف وفق بروتوكول صحي صارم قابل للتعديل في حالة عدم تسجيل إصابات جديدة.